سيد رامي، يعني آخر التطورات في ضوء هذا الاستهداف؟ نعم طبعا، صباح الخير. 19 عملية حقيقة الأمر منذ بداية هذا الشهر نفذتها قوات، أو عفوا ما تعرف بخلايا تنظيم داعش في محافظات الرقة والحسكة ودير الزور، كان أكثرها دموية ما جرى في الرقة، وهو الهجوم الأكبر حقيقة الأمر في هذه المدينة منذ بداية هذا العام. ولكن كيف تمكن، هنا السؤال الذي يسأل الآن لدى قوات سوريا الديمقراطية، لدى الاستخبارات، لدى قوات الأمن الداخلي، كيف تمكن عناصر داعش أو خلايا داعش بلباس قوات سوريا الديمقراطية من التسلل والدخول والترجل؟ وفي الشريط المصور الذي نشرناها أمس يظهر بأنهم تحركوا بحرية وقاموا بعملية إطلاق نار على حرس المنطقة الأمنية وقتلوه، ومن ثم استمروا في عمليتهم إلى أن تمكنوا من قتل 6 عناصر من قوات سوريا الديمقراطية وقوات الأمن الداخلي الأسيش. لذلك المخاوف هي حقيقية، واستمرار وتصاعد عمليات داعش في هذه المنطقة يربك قوات سوريا الديمقراطية المنشغلة بالتهديدات التركية على مناطق شمال شرق سوريا، وأثرها تصريحات الرئيس التركي الذي يهدد بعملية عسكرية جديدة في المنطقة في ظل محاربة تنظيم داعش الذي بدأ ينشط بشكل كبير جدا في الآونة الأخيرة. طيب ماذا على الجانب الآخر، إحباط القوى الأمنية الكردية لهجمات داعش؟ هي أحبطت هجمات داعش، ولكن هجمات داعش أين أحبطت إذا ما كان داعش يقومون باستهداف وفرار، استهداف وفرار. لكن بالمقابل قوات سوريا الديمقراطية بالتعاون مع التحالف الدولي تمكنت من تنفيذ 8 عمليات ضد خلايا داعش منذ أيام، منذ العاشر من الشهر الجاري، واعتقلت أكثر من 18 عنصرا من عناصر داعش بالإضافة لمقتل 2 من هذه العناصر. لأن العملية الحرب ما بين قوات سوريا الديمقراطية وقوات التحالف من جانب وتنظيم داعش هي مستمرة ضد خلايا هذه التنظيم التي تنتشر بشكل كبير جدا في مناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية، وتنتظر الفرصة لشن عمليات في هذه المناطق. سيد رامي، يعني أشرت إلى بعض التساؤلات حول كيف تمكن أفراد التنظيم من الدخول والترجل وغير ذلك، هل هناك ثغرة أمنية؟ هل هناك متغير جديد في الشمال السوري حتى يعيد التنظيم نفسه مرة أخرى؟ أنا قلت عبر شاشتكم قبل أيام وكررت بأن التنظيم يستفاد بشكل كبير جدا من التهديدات التركية. عندما يكون هناك تهديدات تركية نشاهد بأن التنظيم يبدأ بالانتعاش، يبدأ بالتحرك. عندما نقول بأن التنظيم لم تكن حجم عملياته الشهر الفائت مثل حجم عملياته هذا الشهر، التنظيم عندما يضرب في الرقة، يضرب في دير الزور، يضرب في الحسكة، هذا يدل بأن هذا التنظيم بدأ ينشط ويستفيد من محاولة انشغال قوات سوريا الديمقراطية بالاستعداد للحرب التركية الإعلامية أقله في الوقت الراهن، ومخاوف من استهداف تركي لشمال سوريا ومناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية.